الجزاء لم تعلن، لكن المنتخب المغربي عنده الامكانيات للتسجيل. العرضيه والتدخل من طرف الدفاع، رجعت لاشرف حكيمي، وصلت هناك على الجهه اليمنى لعناصر المغربيه. الياس الشاعر راوغ مر، وفيها مراوغه ثانيه، وفيها تسديده. رائع اللقطه الماضيه من الياس الشاعر، فاصل من المهاره، سدد امام تكتل الاصفر لمنتخب جنوب افريقيا. لازالت الكره مغربيه في الراسيه وفي تحت. وين سيري وين خزرق؟ ماشي مشكل. هانيه ديروا ابوني معنا في القناه، ديروا ابوني وبارطاجي.